أهلا بكم إلى التفاصيل. بحمد الله وتوفيقه، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع عمان الثقافي ومبنى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بموقع المشروع في مرتفعات المطار بمحافظة مسقط. ولدى وصول عاهل البلاد المفدى إلى موقع المشروع، تشرف باستقبال جلالته أيده الله صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع مجمع عمان الثقافي، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. مشروع مجمع عمان الثقافي حظى باهتمامكم ورعايتكم منذ البداية، وها نحن اليوم نتشرف بقدوم جلالتكم بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الحضاري الذي سنتباهى به أمام العالم بإذن الله تعالى توجيها وتحقيقا لرؤيتكم السديدة. عقب ذلك تفضل جلالة السلطان المعظم بالاطلاع على تصاميم مبنى مجمع عمان الثقافي من خلال لوحات عرض أبرزت محتويات المشروع الذي يعد تجسيدا للرؤية السامية لإنشاء وجهة فنية وثقافية بمستويات عالية وإنجازا حضاريا وثقافيا وعلميا وفكريا وكيانا مؤسسيا يمثل صرحا من صروح النهضة المباركة. بعد ذلك تفضل جلالة سلطان البلاد المفدى بمشاهدة عرض مرئي عن المشروع والاستماع إلى شرح واف عن مبنى مجمع عمان الثقافي من خلال مجسم المشروع ومكونات المجمع التي تمثل المكتبة الوطنية والمسرح الوطني ومكتبة الطفل ودار الفنون ودار السينما والمنتدى الأدبي وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، فضلا عن توفر خدمات المطاعم والمقاهي والحديقة العامة. يفرض تاريخ عمان جناحيه حاضنا بينهما ثقافة عريقة راسخة وحضارة مهيبة وشعبا أصيلا، تاريخ الإنسان العماني الحافل، تاريخا تراه بين الوديان المنسابة تحتضن الأفق وبين طيات الرمال الذهبية الممتدة نحو المحيط تعانق بحر عمان الغني بأحيائه البحرية المتنوعة وخلجانه المرجانية الفريدة، تاريخاً حفرته الأيادي الجبارة على المباني والحصون والقلاع والمعالم التي تحمل بين حجارتها قصص الأولين، تاريخاً مجيداً ينير ملامح كل عماني وعمانية وتحمله السواعد الأبية بكل فخر واعتزاز. من هنا من قمم الجبال نحلق فوق وديان عماننا الحبيبة أرض الأمجاد لنروي لكم تاريخ الأصالة والحضارة، تاريخ عريق متأصل ينسج ملحمة ما بين الصحراء والبحر قدت تلابيبها من آيات الجمال وخصال الصمود وأمجاد الازدهار التجاري والتبادل الثقافي. يشيد كل فصل بالنسيج الثري المتنوع الذي يشكل هوية هذه الأرض الطيبة الاستثنائية بتفاصيلها وتضاريسها وأهلها. ونحط الرحال على أبواب هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي تضم بين رفوفها وأقسامها كافة العلوم الفقهية والتاريخية والإنسانية والسياسية والاجتماعية، وقد زادها ذلك هيبة ووقارا
فكل وثيقة تحمل بين سطورها تاريخ عمان المجيد وعلاقاتها وصلاتها وتواصلها. وقد ضمت تلك الوثائق الخرائط والسجلات والمخطوطات القديمة وغيرها الكثير، وهي اليوم تشكل جميعها الذاكرة الوطنية لسلطنة عمان، والتي تروي مآثر الإنسان العماني عبر الزمان وطيب أثره وبصمته المباركة أينما حلت في دول العالم. ومنه نشد الرحال إلى المكتبات التي حفلت بها القلاع والحصون والجوامع على مر الزمن، صرح الشموخ والثقافة، الينبوع الذي يفيض خيره على سلطنتنا الأبية بسيل لا ينضب من العلم والمعرفة. فنرى الماضي والحاضر في اتحاد وألفة، وتشهد بلادنا تقدماً كبيراً بخطى حثيثة في مجال التحول الرقمي، من حيث توفر أحدث تقنيات المعلومات التي ما تنفك تذهلنا وتدفعنا نحو التميز الذي سيتجسد في مجمع عمان الثقافي، فاتحة أبواب التعلم والثقافة على مصراعيها أمام الجميع دون ما استثناء. بعدها تفضل جلالته حفظه الله ورعاه بوضع حجر الأساس إذاناً ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع الذي سيقام بمشيئة الله على مساحة بناء تقدر بثمانين ألفاً ومائتي متر مربع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 400,000 متر مربع، وبتكلفة مالية تصل إلى 147 مليوناً و800,000 ريال عماني. وتتمثل أهداف مجمع عمان الثقافي في النهوض بالعمل الثقافي والأدبي والمسرحي والبحثي، وتعزيز الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية، وتطوير مجالات العمل الثقافي وجمع المفردات الثقافية العمانية وإبراز الإرث الثقافي في الذاكرة العمانية، وتوفير خدمات البحث العلمي والفكري للدارسين والباحثين. وسيسهم بعون الله في تعزيز الأنشطة والفعاليات والبرامج وتطوير مجالات العمل وحفظ الذاكرة الوطنية لتاريخ وإنجازات سلطنة عمان الثقافية. وسيحتوي المجمع على ثلاثة مبان رئيسة، هي مبنى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الذي يحفظ التاريخ العماني، والمكتبة الوطنية التي لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى مليون مجلد، والمسرح الوطني بقاعة تتسع لألف مقعد. وسيضم المجمع أربعة مرافق، منها مكتبة الأطفال ودور السينما الثقافية ومبنى المعرض وورش العمل ومقر المنتدى الأدبي الذي سيضم قاعة محاضرات، كما سيضم قاعات للفنون التشكيلية وأقساما للناشئة لمزاولة أنشطتهم الثقافية المختلفة. وسيحتوي على ثلاث مؤسسات وطنية مهمة في منشأة واحدة، وسيكون بمثابة مساحة حيوية مخصصة لجمع وحفظ وعرض الفنون والثقافة الحية والتاريخية والمعاصرة في سلطنة عمان. حضر الحفل بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من المسؤولين. حفظ الله مولانا جلالة السلطان المعظم وأسبغ عليه من واسع نعمائه ووفقه لكل ما فيه الخير والنماء للوطن العزيز وأبنائه الكرام، إنه سميع مجيب الدعاء.